السلام عليكم. أولا أنا سعيد بهذا اللقاء في هذه المدينة الفتية الغنية بثقافتها. جئنا اليوم لتأسيس فرع الاتحاد بهذه المدينة بعد مجموعة من الفروع في مدن أخرى. إذا ما أثار انتباهي هو أن هذا المكتب ضم مجموعة من الأطياف المختلفة من فنانين، يعني فيه تشكيليين، فيه مسرحيين، فيه أيضا صحفيين وغير ذلك. كذلك بالنسبة للحضور فلاحظت بأنه جل الحضور كله يتكون من شباب، كلهم عازمون على العمل وعازمون على المشاركة في الفعل الثقافي والفني. شكرا. الاسم ديالكم؟ دكتور محمد الوادي. شكرا. أمين ديال أمين النقابة المغربية للفنون التشكيلية، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد والمكلف بالمهرجانات والتظاهرات وبالعلاقة مع المجتمع المدني. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وما تنسوش ديروا جيم.